هل يجوز للمرأة أن تعمل في التدريس في مدرسة لا يوجد فيها ذكور إلا المدير والموجه؟ نعم. هل يجوز للمرأة أن تعمل في التدريس في مدرسة لا يوجد فيها ذكور إلا المدير والموجه؟ المدرسة اللي فيها اختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز العمل فيها، لا يجوز العمل فيها إلا إذا كان المدير ومن يساعده في معزل عن النساء، في معزل عن النساء، النساء على حدة في المدرسة والمدير في إدارة مستقلة وبعيدة عن النساء، فلا بأس بذلك.